وجيه العز بأحلى المواعيد والطيب راهي واشقر البن كايد كنك من الضحكات في ليلة العيد أجمل حكاية العمر والمواقف حياكم الله يا الرجال يا الله ما حد وصل للحين الساعة صارت 9:09 ولا حد موجود في الموقع ورانا تدشين ورانا متعة ورانا جمهور بتابع وينكم وينكم حقيقة أنا ببدأ حتى لو المكان فاضي فرقة وينكم يجمع وجيه العز بأحلى المواعيد والطيب راهي واشقر البن كايد كنك من الضحكات في ليلة العيد أجمل حكاية العمر والمواقف حياكم الله يا الرجال الجاويد في مجلس ما بثقيل والله العمر تعال بامرك ويا الله الواحد يقدر يشيل جاي من البحر جاي من البحر ما شاء الله ما شاء الله يلا شباب نبي حماس هل الجمهور يتابع جينا احنا الاجاويد جينا احنا الاجاويد جينا احنا الاجاويد جينا محدني نفسنا حياكم الله حياكم العمر والمواقف حياكم الله يا الرجال الجاويد هلا وغلا حي الله هلا والله مرحبا صح 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 حي الله حي الله السلام عليكم مرحبا مرحبا هلا والله يا هلا حي الله حي الله يا هلا والله يا هلا منو ذا؟ من ولده انت؟ ها؟ انت من ولده؟ وراها والله اني مر علي ذا الوجه قبل كذا وجهك مر علي مو باللي شايفه قبل سكسوك تقذي مرت علي هذا ولد خبران ولد خبران ولد خبران هلا ما تعرفه هلا والله ما شاء الله وش ريحه الفيكس ذي اللي طالعه منك دهن ها ما مشكله حياك الله حياك الله هلا والله هلا هلا الحمد لله على السلام الله يسلمك كيف هلا الحسا ان شاء الله انهم طيبين امورهم زينه ان شاء الله طيبين ان شاء الله واضح اني يعني حساوي حساوي لا اله الا الله الله يبارك فيك ها متعه عروج 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 انت من يوم ما تطلع من النخل وتنزل وانت واضح انك اشوف ذا شعرك ذا ولا هذا العسف حق النخل اها اي الله هلا والله الله ناقص ناقص واحد من الشباب هلا بالشيخ هلا بالشيخ يلا ابو ذوق يا هلا والله ما شاء الله انيق وصلع النبي ما شاء الله تعرف الواحد يهتم زي ما هي ما تغيرت بصحته ايه والواحد يشتغل على نفسه الحين من هو ذا ولد من ذا اول مره ولد عوش ولد عوش ها؟ ولد عوش الله المستعان جار عليها وراها اللون اللي هنا مختلف عن اللون اللي هنا هذا ابو البراء تعرف مع كبر السن ها؟ اختلفت عليه الدنيا شاخ شاخ تغبيره مطر لا لا اله الا الله باقي واحد من العيال وينه ها ظهر انه العباس ظهر انه ما يجي الا بعياله بعياله لازم يجيب عياله لازم اي لازم يجيبونه ما عارف يمشي والله انا شايف على واحد الدكتور اللي هنا بس اقول لك شيء يا ابو ذوق قل يعني ما شاء الله تبارك قبل 20 سنة hey. كان الشباب يعني منورين والآن يوم صاروا شياب زاد نورهم اي نعم ما شاء الله شوف أبو محمد
وابو عبد المجيد ما شاء الله وابو مازن ابو مازن وراها كنا رايح جورجيا الله المستعان والله ما عليه قالوا تعال برنامج الاجاويد والله الظاهر انه ليه ما اجي عند الاجاويد اصبر 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 وانتم اجاويد والله نعم والله في الاجاويد والله هذا عجقه مو ب يا بعلمك 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 ابشرك ابشرك دقيقه بس دقيقه وانا اخوك اي تفضل روح مشوار قريب اجيك ها انت انا والله اني شاك فيك اقول قريب بدو جاي لا حول ولا قوه وش يقول ذا هذا من راح للبعثه وهو من حاس اي والله حتى وجهه اختلف تطبع فيهم من هو اسمع اسمع احنا عندنا ضيف يا جماعه اصبر خلي الضيف عنك يا اخوي ها الرجال هذا ما شاء الله عليه من يوم كبر وما ترك الرياضه ما شاء الله شوف 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 مشاكل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله أيوة الله يوفقه الله يوفقه يا جماعه شوف احنا مجلسنا مجلس طيب وحنا بنجلس مجلس ما في نفس ثقيله ما في نفس والله ثقيله قامت الحمد لله الحمد لله الحين ما في نفس ما ولا ثقيله اي ما فيها